مرة أخرى شيخ صالح، نعود إلى الوضع والوضاعين وما سببوه من مشاكل لبعض الناس، ولا سيما أولئك المبتدئين، ولا سيما أولئك المبتدئون في طلب العلم. هل من كلمة حول هذا؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله، علماء السنة وحفاظ الحديث قاموا بالواجب نحو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعوا الضوابط للرواية الصحيحة والرواية غير الصحيحة مما لم يوجد مثله ونظيره في جميع الملل، وهذا مما قيض الله لهذا الدين من الحفظ، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإسناد من خصائص هذه الأمة. وكذلك عني الحفاظ رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، عنوا ببيان الأحاديث الموضوعة وحشدوها وحشروها في كتب معروفة مثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لابن عراف، وغيرهما من الكتب التي تعنى بهذا الشأن وتبين هذه الأحاديث الموضوعة. ومن الأئمة من وضع ضوابط بها يعرف الحديث الموضوع، كما فعل الإمام ابن القيم في كتابه المنار المنيف في بيان الحديث الضعيف، وغيره من الأئمة. فالحمد لله، المسألة ما معني بها من قبل العلماء، والأحاديث مخدومة خدمة فائقة. وأما المبتدئون من الطلبة والطالبات عليهم مراجعة أهل العلم، لا يذهبوا إلى الكتب على طول ويقرأوا فيها كل كتاب يظنون أن كتاب صحيح، أو يظنون أن كل ما كتب وكل ما ألف فهو صحيح. هذا غلط منهم. الواجب الرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم في الكتب التي يريدون قراءتها وعرضها عليهم، أو ذكر أسمائها لهم، أو سيبينون لهم إن شاء الله الكتب الصحيحة التي يوصى بقراءتها، والكتب المشبوهة أو الكتب الخبيثة التي يحذر منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا قد أحسنت وسألت، هل من كلمة لها ولإخوانها وأخواتها؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ندعو لها بالتوفيق، وهذا عمل جليل أنها سألت، وأنها لم تقدم على هذا العمل إلا بعد أن رفعت سؤال للإجابة عليه لتنتفع هي وينتفع المستمعون بذلك. فإننا نشكرها على هذا الصنيع، ونوصيها بالاستمرار على هذا التحفظ الكريم والاحتياط لأمر دينها. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كانت قد عملت بهذه الأحاديث، فما قول الشيخ صالح؟ تتوب إلى الله عز وجل وتترك هذا العمل بهذه الأحاديث، لأن تخصيص صلوات في أوقات معينة، ترتيب أجور عليها، هذا لا يعمل به إلا إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم برواية صحيحة، وبرجوع إلى مصادر السنة الموثوقة الصحيحين والسنن الأربع ودواوين الإسلام المعروفة والموثوقة، مع سؤال أهل العلم عما أشكل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.